سايب شفت المزوزة اللي جاوا سبعة دراج جاي توما ويدقوا في الباب اللي يقول لك حي ما يجي هذا بقري هذوكم سبعة دراج يعني جيت نجري من داري القدام والعباد ملمومة ومرأة في الحانوت وتقول لي يا وليد اجري راهم صغارها معها في الدار نلقى أمها محروقة لوطة طلعت معها نجري خاطر هي دخلت لمتها النار ما نجمتش تدخل تكمل خرجوها جماعة حابت تدخل كي طلعت معها بكل صدق ما تنجمش تدخل بالدخان ما طرى شيء فما حكيت ربع ساعة وحنا ما نجمناش فما واحد باساجي متعدي منا يسمع في صغار يعيط يا أمها نفس اللي سمعته طلع يجري قال لها يا مدام ولادك يعيطوا في البركون هبط نجري معاه حبينا نقزنا باش نطلعوا البركون لكن لغزر ديستونس كبيره بين بريمير ايتاج ودوزيام وفي العمر هذا واحد مش ساهل باش ينجم يطلع طلع طح تاني طلع طاح هو مسكين كمل اللي نوصل للبركون طلعنا مع الاسترات لوح على اساس كيفاش نوصلوا للبلار نكسروه خاطر صغار ظاهر متخبين غادي مع البركون مش من لونترين تاع الدار العياط جاي من هنا كي قريب هو يوصل سبحان الله والنار اللي همتنا فما تصويره تنجموا تشوفوها باش تعرفوا هو لابس ماريو الابيض ومتعلق احنا ما طلعناش وقت اللي النار تشعل احنا طلعنا ما فماش نار فما تصويره هو متعلق وهي النار تشعل وقتها قلت له سي بون قاعد يدلدل لكن حاولنا قبل ما توصل النار النار باش نعطيك معلومه ملين جيت لين هبط فما حكيت نص ساعه سبعه دراجه باش وصلت للبركون هما الاولاد كيفاش القوام يرحمهم قوام معنقين بعضهم ورا البنك ورا البنك خاطر ما مسكر البركون بالبنك معنقين بعضهم ورا التصويره اللي شافتها العباد البارح هذيك عند عامين كان شوفوها متوا ما كنتش ضد هبطوا نوارات ما شاء الله عليهم وليدات يعملوا الكيف باش نو باش نقولوا حيماني واحد من الناس لمت على روحي لمت حتى على اصحابي قاعد نتعاركوا الصباح شبينا ما كرناش عملنا هكا شبينا كرنا عملنا هكا شبينا كرنا عملنا هكا اليوم بعد لقطة بدات بقينا الواحد بصراحه في اللقاء هذه لازم يكون مرزين فما ناس لازمك تدلك اليوم جيت الصباح نشوف نلقى فما باب يعدي على البركون واحنا انا ساعه نص ساعه وحنا نتحاور كنا نجموا الباب هذاك ندخل علاش علاش صغار سبعه دراج يعيطوا علاش حرام سبعه دراج وصغير يتحرق زي ما تحرقش صغير يعيط يما يما والله مالي نجري نسمع فيه قسم بالله علاش كان جيت خلط لقيته مخنوق وما لقيته ماتوا والله تتعدى ما تسمع فيه صوته صوته نقول لك حاجه صباح قمت جيت مقابل البركون وقفت قلت علاش ما نقصتش من علاش ما قلتش سبحان الله يا ربي يرحم مخطيكم يعني كنت شاهد ديجا لهنا وحبيت نوضح حاجه خاطر جماعه الحمايه تكلموا في نجمه فهم قالوا راهو مش صحيح رانا جينا بالوقت مش صحيح راهو جاو بعد نص ساعه وديجا كي جاو نساو الماتريال نتاعهم تاع الاكسجين ولي فيست قعدوا نص ساعه اخرين معناتها ساعه لين تحرقت الدار الكل والصغار ماتوا باش طلعوا بسلوم وديجا لي سيتويان هما يعطيو في لي سيتويان حسب ما يحكي معناتها حكيم لي لون باش هما اللي يشوفوا الدار معناتها هما ما عملوا شيء معناتها ما يلعبوهاش ابطال وكاو حبيت نوضح هذه راني مش تهم فيهم هذه راني حاضر عليها يعني جوست راهم جاو بعد نص ساعه والماتريال خلط بعد نص ساعه معناتها ساعه في الحكايه الكل دونك لا جاو بالوقت لا شيء صحيح هي الماتير موس تحرق في ساعه اما هما جاو روتار دونك مش بعد يجي يقولوا لنا قضاء وقدر خاطر نتصور قضاء وقدر خاطر كان جاو في الاوروبي من عوضهم نتصور يعني.